هم وانشال على قلبي. ماني ندماني ابدا ولا دقيقه، حاسه حالي اخذت القرار الصح بالوقت المناسب. شو بك؟ ما حكيت؟ شو بدي احكي؟ احكي رايك. انا برايي انك بلغتي برد فعلك، او على القليل تسرعتي شوي. ابدا ماني حاسه هيك. جوري، هذا التصرف يمكن يكون عارض، ما يكون بشخصيته للزلمه. ولا تزعلي مني، تجربتك مع طليقك خلتك تفكري انه كل الرجال مثل بعض، هذا مو صح. او ردت فعلك تجاه عيوب واساس العنف كثير كبيره. مو مزبوط حكيك ابدا، وصدقني القصه مانا هيك، والمكتوب يبين من عنوانه، يعني تفصيل صغير ولا سلوك صغير بيعبر عن الشخص كله بكل تصرفاته بهالحياه كلها. بعدين أنا ما عندي مشكلة بعيوبه، كل الناس عندها عيوب، أنا وأنت وكل العالم عندها، بعرفها ومتأقلمة معها كتير منيح، أو يعني كنت بدي أجرب أتأقلم معها كتير منيح، ووقت اللزوم ممكن أنا أتغير، ما عندي مشكلة إلا العنف. هي أنا بالنسبة لي شغلة ما بنسكت عنها أبدا، هذا العنف بيجردك من إنسانيتك، يعني بيحسسك بلحظة أنه ما في ولا طريقة تانية لها علاقة بالرقي للتعامل أو التفاهم معك. ماشي، هلا شو بدك تعملي؟ ما بعرف. يعني قصدي رح ترفع دعوة الطلاق، رح تقعدي معه وتتفاهموا، شو رح تساوي بالضبط؟ هلا أهم شيء أوصل على بيت أهلي، وبعدين لكل حادث حديث. ممتاز، رح أعطيك رقمي، أي شيء بتحتاجيه حكيني فورا. أنا قاعد بالشام، يعني عم سافر كل يومين ثلاثة وبرجع. غريب، كيف ما شفتك وأنا رايح؟ فيرست كلاس أنا حبيبي. صلى يا ستي. كيف ابنك؟ وجد صح؟ إيه وجد. اتركيها لله. خير. خلصنا بقى سالي. خلص شبنا، مسا بنحكي. يعني شو عمل معاني دكتور؟ بحبه وما بقدر اتخيل حياتي من دونه، يعني شو ذنبي اذا كان من غير دين ومله؟ معقول بهالايام لسه في حدا بيفكر بهي الطريقه؟ جن، ما بعرف شو بدي اعمل، اهلي رح يدمروني. سالي خلصنا. مساحي دموعك ورجعي على شغلك. اوكي دكتور، اسف. اهلا يا هاني. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي تفضلي. كيفو هاني اليوم؟ والله يا دكتور مثل ما انك شايف ما بيتحسن هذا. شو هالحكي؟ هاني؟ بدنا نزعل من بعض احنا؟ تعال نتسطح هون لشوف، تعال. قول هالزلمة شو مزقته بصراحة. لك ايش بدك تقول له عصبة؟ كل ما بتطلع فيني بحس حالي وكأني بالضبط، عن جد. هلا والله انا ما بحس هيك، يعني بحسه هيك ما عم فيكي وبيطلع فيكي هيك نظرة اعجاب. بلش شو؟ قاعدين عم تحكوا بالطاولات كلها عم تناديني لإلي؟ كلي هو هلا وقفنا. جابر. عباس. نيالة. فين قهوة؟ على شو؟ على الحب. ايه روحي روحي بلا هبل. سادة. صباح الخير. صباح النور. انتوا كم شخص؟ لحالي. تبركني؟ ايه حلبية. ايه وانا تفضل. ميت سلامة. شكرا. هاني عمره 5 سنين. خلص خلص اوكي، بعت لي اياهم هلا اذا بدك وانا جاهز لفحصهم. ماشي، شكرا يا سيدي. ولو
يوسف اليوم المساء المحبوسة بنتقابلها. طيب ماشي، مع السلامة. مشي الحال يا مهني، حكيت انا مع الدكتور شربل، حيكتب لك هون عنوانه وعنوان المستشفى اللي بيشتغل فيها، بس وصلي لهنيك مباشرة قليل انك انت من طرفي، فوتوكي لعنده بسرعة. قلقتني دكتور، في شيء بخوف؟ لا 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 ابدا، شغلة عادية وبسيطة كثير. هاني يبدو في عنده مشكلة عصبية، شغلتها بسيطة يعني سهلة، ما لها مقلقة ابدا يعني، لا تقلقي. انت بس قولي للدكتور شربل انك انت من قبلي وانا حكيت معه هلا، منتهي القصة، بسيطة كثير. وهي التوصية. مع السلامة هاني. يعني وجودك جنبي بالطيارة هيك خفف عني شوي، أقل توتر. حلوة كانت هالصدفة، انبسطت فيها كثير. وأنا كثير انبسطت مثل ما قلت لك. هلا فوتي وارتاحي، لا تعملي لي فيها ثورات وجيفارا ومدري شو وحب إنسان وعنف ضد المرأة. قولي لهم ما حبيته، أنا ندمان إني تزوجته وبس، غلطت. هو هيك ما بتصور في مشكلة، يعني أهلي زراف. يلا ما بصير لك الخير. إذا بدك شيء خبرني فورا، حتى لو ما بدك شيء يا ريت تخبريني. ما بتأثر، اتفقنا. يلا باي. دير بالك على وجهها. أكيد. لك يا مصطفى، ولك قوم ساعدني نفوت التلفزيون لجوا، هلا بتجي الشمس. قوم، ما عم بقدر فوته لحالي. لو سمحت توقعي لي على الاستلام. شو هاد؟ انذار من البنك. شو؟ رح يطلع فيلم حلو. قصدك نص فيلم. ليش بقى؟ لأنه ما رح يحكي غير عن وجهة نظر وحدة ولا مصلحة طرف واحد. الموضوع مو موضوع مصلحة طرف ضد طرف، الموضوع موضوع حقيقة. قصدك نص الحقيقة. بنات الشغل. سوري سوري استاذ. شو هاد؟ لك ليش هيك بيطلع؟ وضمن خطة التقنين الدائمة، أمك سحبته لأبوك على السوق وراح يشتروا خضرة ومونة للشهر بالجملة، على أساس كتير رح تفرق يعني. بلا غلاظة. هلأ جاوبيني، شو اللي رجعك؟ أنت اللي بدك تجاوبيني شو قصة ميولوك تبعك؟ هذا مو نيولوك، هذا حجاب. بعدين هذا مو موضوعنا، شو اللي رجعك؟ شو رأيك توطي صوتك عشان ما يفيق أخوكي؟ عادي في، أصلاً هو قام فطر كل المكدوسات ورجعنا. وينه فواز؟ جوري ليش ما عم تجاوبيني؟ شوفي بدي فوت ارتاح شوي ونام، وبس في بقى بخبرك القصة، بس أنا منيحة لا تقلقي. على فكرة مو لابق لك أبداً. إيه لا لا بقلي مو كتير كمان. مصطفى، يا مصطفى قوم. لك في، الله يوفقك قوم. لك ايه؟ ولك ليك الزلمة جاب لنا هذا الإنذار قوم. لك يا الله يا ربي دخيلك. ولك يا مصطفى في خلصني بقى. شو بدي؟ ليك في واحد إجا وجاب هات.
شو انذار من البنك؟ ايه. شو ايه؟ شو ايه؟ يعني خلص قلتي لي انه جاني انذار وفيقتيني وشكرا على الفئة الرومانسية، يعني صار عندي علم انه جاني انذار من البنك كتر خيرك، بدك شي غير؟ طيب بدي افهم شو القصة، شو قصة هالانذار؟ كنوال شو صار لك؟ هلا بدي احكي لك شو قصة الانذار خلص بعدين هلا ماني فاضي. مصطفى هلا بدك تفهمني شو قصة الانذار واقعد. نوال لحد تركيني بدي نام ومصفق بحالي، بقتل بحالي. لا لا تقتل بحالك، انا بقتل بحالي، ان شاء الله بموت، ان شاء الله بموت لحتى ارتاح من هالعيشة. نوال بياخ حلوة اللعبة بابي؟ حلوة؟ يلا خد عافية. سليمان؟ ايه؟ وبعدين لك حبيبي؟ بعدين معك بهالقعدة؟ شو بنتضايق من قعدتي عندي؟ أعوذ بالله، هلا هيك فهمتها؟ أنا يا منى عيني تتجوز وتيجي تسكن أنت ومرتك عندي. أول شي مشان وجودة يقبر قلبي يضل عندي. شو؟ لا تبكي يا بيبي لا تبكي. وبعدين مشان هالبنت الحلال أكيد ما رح تتحمل غيابك الطويل عن البيت. إن شاء الله أختي إن شاء الله. لكن إن شاء الله لحالة ما بتكفي، لازم تفكر بشكل جدي. عم فكر بشكل جدي. يعني فكرتيني مبسوط بهالشنطة هاي أنا، مسكر بيتي ومكركب حالي. بس بدي بنت ترضى فيني وبنفس الوقت أنا أحبها، القصة مو سهلة بنو. خلص، هاي اتركها علي. ماشي. لاقي لي. ايه بس مو بكره بس لاقي لك، تقوم انت تخجلني معها؟ ما راح خجلك، إذا عجبتني ما راح خجلك. أكيد؟ أكيد. استبينا. تعال حبيبي تعال. روح مع ماما. تعال تقبرنا. تعال نلاقي للبابا عروس، يلا يلا يلا. دير بالك على وجهها. جوري؟ والله معقول. ايه ليش لا؟ ايه شو ما عملتي؟ فكرت حالي نعسانه بس طلعت جاب علي حب. ليك يا جوج اي احلى هاد ولا هاد؟ يا حلوة برا. صاير معك؟ اه الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، شو صاير معك؟ كيفك بابا؟ لك جاوبيني. مي بوس ايدك هدي. طولي بالك. ما في شيء. بس أنا رجعت. بابا كيف رجعت يعني كيف؟ جوري جاوبينا شو صار؟ ما بدي اياه. شلون يعني ما بدك اياه؟ بارح لسه سافرتي عروس وفرحانه ورضيانه وقبلانه. طولي بالك طولي بالك محاسن. احكي لي بابا شو القصه؟ شو القصه؟ ليكي ليكون عمل لك شيء؟ اهلين جوري، والله فكرت حالي عم بحلم. الحمد لله على السلامه. لك يلا ردي. امي خلص غيرت رأيي. يا سلام غيرت رأيي. ولك شو لعب أولاد هو؟ أكيد صاير معك شي. يلا قولي ليش شو؟ لك ردي بقى. خرب بيتك طبخك انت الطبخ ستي. فظيعين انتو الحلبية بالطبخ عالميين. يا أخي عقل بجنن. لك صحة وهنا كل الطعم الغريبة كمون. هلا بنحطه بكل اكلنا كمان. بلا هالبطيخه هلا. انت ملاحظه انك صايره كثير عم تقمعيني؟ اسمعي بلا غلاظه. جابر خبرني انه يمكن يكون لاحدها مناسب مشان الفيلم. هلا ما بسمعكم غير عم تحكوا عن هذا الفيلم، ايش قصته؟ شمس بدها تساوي ديكومنتري عن الحرب واثرها على المجتمع السوري. وانا بدي ساوي فيلم الي طبعا شهرين عم حضر له عن العصابات المسلحه الارهابيه والتكفيريين والسلفيين والدول اللي عم تتآمر على سوريا. ليش لا؟
أنا خلينا ندمج الفيلمين بفيلم واحد. هيك بيكون الفيلم بيحكي عن الحقيقة من أكثر من زاوية والمشاهد هو بيحكم بنفسه. أنا معك، الفكرة كتير حلوة. دي هيك رأيك؟ طبعاً. هلا اللي عم بيشوف الأخبار على المحطات الأخبارية عم بيصير معه انفصام شخصية فوراً وبطل بيصدق حدا لأنه كلهم شاطرين. ما بنرجع نتناقش مرة تانية. خلص البريك صبايا، يلا. دايما يا عيب الشو. أنا رح أقوم غسل. على فكرة فكرتك بتجنن. آخ آخ، بس لو في عنا أكاديمية سينما كنت برجيكي شو بساوي. دايما صحة. أنا ماني جاي على المكتب، بدي أجلي كل المواعيد أسبوع أو أسبوعين. وتشوفي لي أول طيارة نازلة على بيروت اليوم أو بكرة. احجزي لي، إذا اليوم في احجزي. أنت شو دخلك؟ إيه ما لحتى يفيق ويفهمني شو القصة؟ طيب طيب نوال، معلش أنا هلا بالعيادة وبس خلص العيادة بمروا لعندكم بفهم كل شيء. ماشي، بس خايفة هالمرة، حاسة إنه خبص له شيء خبصة كبيرة. نوال أنا بالعيادة هلا، خلص أنا إيه بس عندي مريضة، بس خلص بمروا لعندكم. ماشي ماشي، أنا آسفة عطلتك. بسيطة، الله معك، مع السلامة. يسلم وشكرا كثير. آسف. ولا يهمك. هاتي الحلوة نشوف شو أخبارها. يلا تعي يا حلوة. امبارح بالليل آسف كانت عم تسعل ومثل الخناق. هاتي نشوف هالبطون الحلو. مين دورجيني بطونه؟ ها؟ أحلاك يا لولو. تعرفي تحطيها شو؟ حطيها أنت. طلعي لفوق لشوفي لنا. هلا طلعي على الشمال. جلسي شوي. ايوه لا خليني اشوف ظهره بس. ومن هون لوقت اوعى تظهر باي مكان، اختفي وبس. ايه بس انا عندي مشكله صغيره. شو هاي المشكله؟ اللابتوب تبعي اللي عليه كل المعلومات مرتي اخذته معها بالغلط وخايف تقدر تفتحه. وهي ليش لا تفتحه؟ هي رح تحاول تفتحه على أساس إنه الكمبيوتر تبعها، لأنه نحن جبناهم مثل بعض، حتى الشنات بيشبهوا بعض، وخايف تفتحه وتشوف كل شيء معلومات عليه. إيه خلص دقلها وخبرها. عم دقلها ما عم ترد. إيه خلص لكان، ليش نكبر القصة؟ خليك عم تدقلها. مرتي هربت هريبة. شو؟ مثل ما عم قلك. لابتوبي صار له 3 سنين بإيدي، وين ما رحت بأخذه معي. فعلاً غلطة الشاطر بقلبي. عبيروت بسرعة لك هان. شو قاعد عم تساوي بدبي؟ بعرف يا أخي بعرف، بس عم حاول أحجز بالطيارة وقلت بخبرك كمان. أنا ما دخلني، لا خبرتني ولا بعرف. إذا راح اللابتوب كلك على بعضك ما بعرفك. اتصرف بسرعة. سلام. يعني تصرف بسرعة. انت كيفك؟ انا منيح. تفضلي. اول دواء تعطيها كل 8 ساعات لمده اسبوع، الثاني 10 قطرات بس من نص كاسه مي فاتره وقبل الاكل يفضل يعني. والباقي ما في شيء، الحمد لله الوضع منيح كثير. يعني ممكن تعطيها حليب مع عسل، ممكن شوربه خضراء، فاتره ما تقول تصير سخنه تكون ابدا.
يعني هي مجرد نزلة برد لا أكثر ولا أقل، وبتصيب كل الأطفال، ما فاهم إن شاء الله. ميرسي دكتور. أهلا وسهلا. خلينا نشوفك. إن شاء الله نشرف. كأني كنت ناشف زيادة عن اللزوم. ناشف ناشف، شو بدي أعمل؟ أمي أنت شو فرقانة معك؟ شو فرقانة معي؟ هاي تاني مرة بتطلعي، عرفاني شو يعني؟ بس هالمرة ما اطلقت. شو لك أنا يا شاطرة؟ لما حيجي وتقعدوا هيك مع بعض وتتناقشوا وتتفقوا على الانفصال شو بيصير اسمك؟ مو مطلقة؟ لا، لأنه رح نعمل مخالعة. بالله وشو الفرق يعني؟ وانت ليش كتير مهتم يعني بسيد فواز مثلا؟ ولا مشان سفرتك على دبي مو فرقانة معك اختك تتجوز واحد خطير؟ هل هذا اللي طلع معك؟ احكي لك كلمة أبي. هلا ساويتي الزلمة خطير لأنه ضرب جرسون، معناته أنا إرهابي لأني اتخانقت مع شوفير التاكسي لأنه بده ياخذ مني مصاري زيادة. حبيبتي أنا مالي ضدك لأنك بدك تتركي فواز، أنا ضدك لأنك متأسرة بقصتك مع ليس وصايرة مالك منطقية أبدا. وفريد يعني؟ وفريد إنه صايرة ماني منطقية. ليش شو المنطقي بحياتنا؟ شو المنطقي بهذا اللي عم نعيشه؟ قاعدين خمسة ببيت الله رضيان علينا من فوق إنه بيت أخي وتدبر، وقال لك كنا تشرشحنا وتبهدلنا بالخيام، منطقي؟ الناس عم تموت ما حدا دريان فيها، منطقي؟ شو رأيك؟ الناس عم تمشي تحاكي حالها، عم تفكر بلقمة الخبز اللي بتتاكلها، منطقي؟ قلي شو المنطقي؟ روس عم تاكل البلد مثل الجراد الأخضر واليابس ما حدا قدران يهديها، منطقي؟ إذا سمحت جوري لا تفوتي لنا هلا بسياسة وكواليس ومدري شو، هذا اللا منطق والمنطق تبعك، هاي حياتك تصطفلي حبيبتي، يلي بدك تعملي اعملي. أنا رح أحكي مع فواز. لا بابا الله يخليك. اسمعي اتركي أبوك يتصرف أحسن ما جن أنا. ها بابا بترجاك، أنا ما بدي أرجع له. حتى لو بابا ما بصير العلاقات تكون بين الناس بهالطريقة هي، وإلا بصير مثلنا مثل غير. يعطيك العافية. لك سالي تسمعيني شوي. طبعا دكتور. اول شيء انا بدي هنيك. على شو؟ شو على شو يا سالي؟ انك حابه ما بكفي؟ بلا، الحب بحد ذاته اهم انجاز بتاريخ البشريه، اذا ما كان لنهايه البشريه لاخرتها يعني. وانت المفروض فيك هلا انك تدافعي عن هذا الحب قد ما بتقدري، بس بشرط. شو هو؟ لا تخلي دفاعك عن هذا الحب يخسرك شيء، لانه ممكن تخسري كثير، ممكن تخسري الحب نفسه والعلاقه نفسها. نحن وقت جينا موجه قويه ما بنقدر عليها شو بنساوي؟ منحني لحتى تعدي وتروح، صح؟ 100%. شوفي سالي، انت حابه وعندك مشروع انك تتزوجي، مشروع الزواج هاد اهلك واقفين ضده ومعهم حق، من وجهه نظرهم معهم حق، بدك تتعاملي مع هذا الموقف من وجهه نظرهم ومن وجهه نظر الواقع والامكانيه لتجاوز هالواقع هاد. هذا بده يعتمد عليكي، على مسؤوليتك. انت حتتجوزي واحد من غير دينك، وهي شغله ما لها سهله على الاهل، بدك تتعاملي مع الموقف بهدوء وتفكير وحساب. اللي ما بيحسب ما بيسلم، تحسبي الموقف تماما، شو الخسائر اللي ممكن تصير مو بس على اهلك حتى عليكي. ما بيكفي نحب، لازم يكون عندنا وعي نقدر نحمي فيه هذا الحب ونحمي مشاعرنا اللي عم نعيشها ونخلي كل الناس تحترمها حتى اهالينا. لساتك صغيره يا سالي،
لساتك بفكر بانفعال. بدك تهدي، بدك تهدي كثير، وما صار لك عايشه هالمشاعر الا كم شهر، وهدول بحساب عمرك بالشباب يعني يمكن يكونوا حياه كامله وحلوه وفظيعه. شو فيها طموحات وشو فيها احلام وشو فيها شغلات حلوه، لكنهم بحساب الحياه شيء ثاني. انا برايي تحسبي منيح، دافع عن حبك قد ما تقدري، لكن بعقل، وخليكي عم تراقبي الطرف الثاني يلي بيحبك بده عقل اكبر منك. لا تسالي من حقي، لانه الشاب بده يتحمل مسؤوليات، انت لازم تراقبي هالشيء وتراقبيه كثير منيح اذا كان هو صادق ولا مو صادق. هو صادق؟ ايه والله. يا سالي، الحب سلوك ممارسة، أهم سلوك وأهم ممارسة عرفتها البشرية وأرقاهم حتى. حاول تخلي حبك يدافع عن نفسه بدون خسائر. ما بدنا نخسر هذا الحب أبداً، ولازم نضل محترمين مشاعرنا جواتنا، وإلا بنخسر كثير، مو بس الحب، نخسر أهلنا وإن أهم حب بحياتنا. صح. أوكي. باي دكتور، مع السلامة. ايه خلص، لكن بكره بس تيجي بنحكي، وان شاء الله ما بصير الخير. تسلم يا عم، تسلم، يخلي لي اياك ويسلمك. نحن بالنهاية اولادنا عالم وناس واولاد اصول، بنفهم بالواجب. وهي يبدو هيك يعني كانت شوي منفعلة وأوفر، بس ولا يهمك، مو مشكلة. معذورة. فيك الخير يا ابني، الله يرضى عليك. أنا فيني حاكيها؟ ايه طبعا، تفضل. الو. ولو يا جوري، ولو فواز، لو سمحت فينا نحكي بس تجي؟ ولا يهمك، انا ما بدي ازعجك، بدي اياك تكوني مرتاحه ومبسوطه، وهيك يعني نتصرف بعقل ورويه. ماشي، بانتظارك ان شاء الله. بدي اقول لك، صحيح شو كنت اقول لك؟ اللابتوب تبعي معك ما؟ كانك اخذتي بالغلط، خليه معك. انا جبت لك اللابتوب تبعك على الشام، ولما بيجي بعطيك اياه. هو معك ماشي؟ لابتوبك معي. ايه طيب، شوفك بكره لما بيجي، بس ديري بالك عليها. شو هو؟ اللابتوب. ايه اوكي ماشي. يلا سلام. ماشي باي. طيب احسب لشوف، 3123 ضرب 29، 90567. اخذ العين. طيب احسب لي هاي لشوف، 11,006,500 تقسيم 63، 174,706.349. الله أكبر، 100%. لا هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم عظيم يا رامي، عظيم يا عمو. هذا الشيء لازم تنميه، هي موهبة استثنائية هي. يلا ماما، رامي، أم حبيباتي، عمو بده يحكي مع بابا شوي. يلا خليهم يقعدوا مع عمو، لسه ما سلموا عليه. لا لا، معلش معلش معلش، خليني نروح، وانا مشتاق لهم كثير، بس بيجي غير مره جاي خصوصيه مشانهم، بدي احكي انا وياك هلا. يلا ريما، يلا ماما رامي، يلا. تعي حبيبتي تعي، اسلم لي الوش.
شو قصة انذار البنك؟ هات لشوف. مين خبرها؟ أنا اللي خبرته. إيه، كنت أخذ قرض وما قدرت ترجعه، هاي هي كل القصة. قرض؟ شو ليش هتاخد قرض؟ مركب على حالك دين ليش مصطفى؟ ما أنت عايش ببيت أبوك مرتاح وما عم ينقصك شي، راس كل شهر عم يصلك مصروفك ومصروف أولادك وعلى الأربعة وعشرين. شو هاد اللي عم يصير؟ بعدين تعال أقول لك مصطفى، أنت مو معتبر إنه هذا حقك وجزء من حصتك بالبيت؟ وأنا ماني مقصر وما عندي مشكلة، بس تاخد قرض ليش؟ أنا القرض ما أخذته من شاني، أخذته من شان واحد صاحبي كان متورط بشغلي وأنا ساعدته. خلص عال، معناتها خلي صاحبك يدفع. مات صاحبي. مين هاد صاحبك؟ صاحبي هذا من جوبر، من نواحي جوبر، يعني بين سقبة وحموريا. أنا اجتمعت فيه بحزة، عنده كان مثل هيك يعني محل نجارة، عملنا مشروع سوا تبع موبيليا، بس فشل واضطرينا ناخذ له قرض. هي بس خلص. خير 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 خير. قديش المبلغ؟ هو 500,000، دافع منه 200، بيان 300. شرف، على فكرة أنا كنت جاي بدي أحكي معك كلمتين بيني وبينك، بس ما ليش أحكيهم قدام مرتك. لا، أنا رأس الشهر الجاي ما عاد أدفع لك ولا فرنك، مو مشان خفف عن حالي، لا، أنا مستعد أدفع لك قد ما بدك وكل حياتي، بس أنت مشان أنت قدام أولادك لازم تلاقي شغل، حلك تشتغل بقى مصطفى. شو مفكريني متهرب من الشغل أنا؟ هاتوا شغل لحتى أشتغل. عم نقلكم بيعوا البيت واعطوني نصيبي لحتى اشتغل لي شغلي على مرائي، واذا كان الشغل على مرائي انا بشتغل 20 ساعة باليوم و30 ساعة اذا بدك. الله معك. شكرا. على شو؟ لانك قلتي له. هلا اختي يعني ما انا مؤيده بس هي كمان ما انا مع الثوره. وانت مانك معارضه بس مع التغيير والاصلاح. صح كلامك. يعني انتوا الاثنين عكس بعض كثير منيح، معناتها بتحكي مع غرام وبتقنعيها وبتقولي لانه انا وقت صور الفيلم ما رح بين مشكل ابدا، وانتوا الاثنين بتحكوا رايكم بصراحه شديده. ماشي، بعدين لا تخافوا من شيء، ما حدا رح يعرفكم ابدا. بساله يعني انت موافقه؟ لا لسه، رح اسال غرام الاول بعدين انا بفكر. طيب اتفقنا. عن جد مو معقول يا صبايا، بكره بدي اشتري محبس واحطه بايدي، يعني مو معقول، هلكني سلطان الزفت هلكني. يا خلاص لا تقطعي بنصيبك، بعدين مين بيعرف. لازمك شيء؟ بدك مصاري؟ لا بس امتى بدي ارجع اشوفك؟ انا بحاجيك. خلص وحياة عيونك بكره لتكون عندك. اذا قدرتي تجيبيها تعي معها، واذا ما قدرتي تركيها رسلوا. ماشي، هي بكره بتكون هون. ناطرية. اوكي. أهلين بالزب. خلصتي من هاي الحيوانة فورا اللي بعتت لي اياها؟ هاي مو خارج شغل، هاي بهاي انت شغل حب وغرام. بأمرك. بس تخلص شغلك حاكيني فورا، في عنا شغل جديد ومهم. صار.
أنا متأكد إنه كذاب. طيب واجهه. ماري خلق واجهه. فوت بكذبة بيطلع بكذبة. هيك هو. حتى لو كمشته بالدليل القاطع قلت له شوف كذبك واضحة 100% بلاقي له فتوى يفتيها. هو بالنسبة له القصة خاصة واقفة هون. أنه أخي يا ببيع حصن البيت وبعدين بتبغداد وبيعيش فيها وبدبر حاله فيها ومشكله يا ما هذا الوضع حيستمر لأنه عم يصلوا كل شيء. طيب ليش ما تشرح له عن مشروع المشفى؟ ما بستفيد شيء. أعوذ بالله شو أقول له على المشفى؟ بصير بيطلب الضعف هو عم ياخذ مثلا 1000 ليرة بصير بده 2000 أو 3. طمع خليه أحسن أحسن. بكره بيلاقي حاله شريك بمشفى 5 نجوم بعدين ساعتها إذا بده يبيع يا أخي بيبيع وهو مرتاح بتفرق معه 10 أضعاف. دائما النبل له ثمنه. الله يكون بعونك. هلا نحن مشروع المشفى شربل قديش بدنا نقلع فيه؟ هلا إذا كان كل شيء جاهز مو قبل 10 أشهر. إيه مشروع حمل صار بدها طبيب نسائي يعني. الله بيعين. لك عن كونك الخسران شرف تدفع الحساب. لك حتى وقت الربح عم تدفع الحساب. دخيلك شو فرقت عن مصطفى انت. تعال قهوة قهوة. شو حسابك؟ 850. 850 فنجان قهوة 850. عم ترخصوا كثير انتو. وهي رح تحاول تقنع سلام واختها. هن بنتين من نفس العيلة، وحدة مؤيدة والثانية معارضة. يعني إذا بيقتنعوا الشباب معنا أكيد بيطلع الفيلم مهم. أكيد بشاركة فيه. لا تخافي الشباب عندي أنا بقنعهم. يا ريت فيني إنك طلع. لك آخ أمك شو مشكلتها معي بالضبط؟ ببساطة إنك مطلق وعندك بنت بس. بس؟ هاتي بوسة ما في حدا هون. تصبح على خير. تلاقي الخير. لا تنسى اللي إذا وافقوا الشباب. ها ما راح أنسى يا مصلحجية. ماشي بحبك. هلا هي أغلى منطقة بالشام مشان هيك عم نتقاتل مع شوفيريات تكاسي على عدادين وعدادين وناس. خفايا الروح ذكرانا على thank you.